أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما مقدار نصاب زكاة العسل وكم يخرج، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة؟ العسل فيه خلاف بين العلماء، تجب فيه الزكاة أو لا. أولا العسل إذا كان يبيع ويشتري في العسل فهذا سلعة تجارة، يزكيه زكاة التجارة، زكاة العروق. أما إذا كان ينتج العسل، عنده مناحل وعنده مزارع وينتج العسل، فهذا اختلف العلماء هل فيه زكاة أو لا. المذهب أن فيه زكاة، أن فيه زكاة في عشر قرب قربة، يعني العشر يجب فيه العشر، عشر القرب فيها قربة. نعم.